كل سنة وانتم طيبين. خولي اخد معايا بسرعة دكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف. كل سنة وانت طيب يا دكتور. كل سنة وانت طيب يا أستاذ يوسف، ومصر كلها بخير يا رب. اللهم امين. استعداداتنا بقى عشان صلاة العيد. استعداداتنا كل سنة وحضرتك طيب. يمكن احنا يمكن النهارده لسه في خبر نازل لغرفة العمليات برئاسة رئيس القطاع الديني وكلاء الوزارة والسادة مديري المديريات على مستوى الجمهورية، حتى الانتهاء ان شاء الله باذن الله بسلامه الله من صلاه عيد الاضحى المبارك. يمكن احنا يوم الاربع بدانا حمله النظافه الكبرى على مستوى المساجد، حلو. تهيئه المساجد، وبدانا الاستعدادات بالساحات. يمكن برضه النهارده تم الاعلان عن ان الواعظات المعتمدات من وزاره الاوقاف، النهارده يمكن الجدول نزل على موقع الوزاره، بنقول فيه ان الاسماء اللي هي موجوده في الساحات عشان خاطر برضه يعني حرصا على الا يكون هناك مزاحمه والا يكون هناك اختلاط بين الرجال والسيدات. حلو. ويمكن برضه من خلال برنامج حضرتك الجميل ده احنا عايزين نوجه رساله برضه بنقول لكل الشعب المصري الحريص على ان هو يصلي صلاه العيد. الاسره طبعا ليها الحق ان هي تفرح، الاب والام والاولاد، لكن مع هذا الفرح يعني ما شفناش ان احنا قامت الشعائر يحصل فيها خلل، لأن صلاة الرجل بجانب المرأة يعني هو نوع من الـ يعني الحياء اللي يخدش في الحياء العام، نوع من اللي ما يبقاش فيه تعظيم لحرمات الله سبحانه وتعالى، فده احترام الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. صح. حتى الذوق العام في الصلاة محتاجين من خلال حضرتك وبرنامج حضرتك إن احنا بنقول إن احنا خصصنا مكان للسيدات وخصصنا مكان للرجال، فنرجو الالتزام بالاماكن المخصصه لكل من الرجال ومن السيدات. ده طبيعي يعني، حتى علشان يعني السيدات والبنات الفضليات يقدروا يعني يصلوا بالمظبوط ركوعا وسجودا وهكذا، ما تبقاش وهي بتصلي تمام مخها مشغول، يعني تبقى بتصلي وهي احسنت مطمنه احسنت وسعيده بالصلاه وخاشعه فيها براحتها وبتدعي براحتها وبتكبر براحتها، والناس كمان الرجال اللي موجودين هم كمان يبقوا قاعدين بيصلوا بالمظبوط وبيقوم الشعيرة برضه بالمظبوط وهو بيصلي وكل مخه رايح في صلاته وفي دعائه وتكبيره. وذلك أدعى إلى الخشوع والخضوع. طبعا طبعا طبعا. وده ما فيش كم مسجد بقى؟ قلنا 5500 أظن، صح؟ لا احنا 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 قلنا المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، يمكن احنا الحصر النهائي لسه، لأن لسه طبعا شوية التثبيت والتنسيق مع المحافظات في كل المساجد وكل الساحات، لكن ان شاء الله باذن الله بنقول ان كل الساحات باذن الله المتفق عليها بين المديريه وبين المحافظه ان شاء الله باذن الله سيقام فيها صلاه عيد، وكل المساجد التي بها تقام بها صلاه الجمعه ان شاء الله هيكون يوم سعيد على مصر وعلى العالم كله وعلى الدنيا باسرها يا رب. طب ده شيء رائع يا رب. كل سنه واحنا كلنا طيبين. الف الف شكر ليك يا دكتور، نورتنا وشرفتنا. الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزاره الاوقاف. كل المساجد اللي بتقام فيها صلاة الجمعة بإذن الله هتبقى جاهزة لصلاة العيد. انزلوا وصلوا وكبروا وادعوا ربنا وخلي قلبكم عمران كده وادعي وانت واثق 100%، والله العظيم اللي انت عايزه جايلك، بس في شرط واحد، تبقى واثق 100% ان انت هتدعي وربنا هيستجيب.